liberating more than 6.5 million people. And this July, with coalition support, our Iraqi security force partners achieved a hard-fought victory. حققوا نصرا في تحرير الموصل، أكبر مدينة احتلها تنظيم الدولة الإسلامية. التنظيم يخسر، قمنا بتدمير شبكاته وقضينا على قادته، وأيضا قوضنا قدرته على تمويل عملياته، أيضا وقفنا التجنيد والذي انخفض من 1500 جندي في الليل الشهر إلى صفر من الجنود الآن. إذن قصتهم التي كانوا يروجونها أيضا قد ثبت بأنها كذب وهراء، وأيضا أراضيهم الآن قد قلصت. الآن في سوريا تنظيم الدولة يخسر قبضته بعد 4 أشهر من العمليات الراقة. الآن تحرر 90% منها. نحن نعرف التقارير التي تشير إلى هزيمة تنظيم الدولة في الرقة، ولكننا مستمرين في عملياتنا. نتوقع من سوريا الديمقراطية أن تضرب جيوب المقاومة مع تحرير ما تبقى من المدينة. في 96 ساعة الماضية رأينا 1300 مدني تم مساعدتهم للخروج بأمان، وتم إنقاذ أيضا المئات في الأسابيع أو آلاف الأسابيع الماضية. وأيضا هنالك مئات من مقاتلي التنظيم الذين سلموا أنفسهم وتم اعتقالهم، وبعد ضمان سلامة المدنيين سوف يتم تسريع عملية التأكد من أمان باقي المدينة. وأيضا قوات التحالف قامت قاموا بإخلاء المناطق التي كان التنظيم فيها يقوم بعمليات الإعدام. وفي الرقة وباقي مناطق سوريا تركيزنا على تقليل المخاطر أمام المدنيين، وطبعا القضاء على تنظيم الدولة في كل فرصة، ومع انسحابهم من المناطق التي يحتلونها في منطقة الفرات. وأيضا قوات التحالف في العراق مستمرة في دعم القوات العراقية ضد تنظيم الدولة في الراوة وفي القائم وفي غربي. وفي الأسبوع الماضي قام التحالف بأكثر من 30 ضربة ضد أهداف لتنظيم الدولة، بما في ذلك مرافق للقيادة والسيطرة وأيضا مصانع السيارات المفخخة ومعسكرات التدريب. إذن العمليات مستمرة في مناطق تم تحريره أيضا مؤخرا في منطقة تل عفر. منذ بداية هذا الشهر جيوش التحالف وجدت قدرا كبيرا من المتفجرات والأسلحة خلفها التنظيم وراءه. هذه الدخائر أو هذه المعدات تضمنت عبوات ناسفة وألغام أرضية وستر تفجير ذاتي، وأيضا معدات لتصنيع القنابل العبوات المفخخة. وبالإضافة إلى الحادث الذي جرى في الصباح في 16 أكتوبر في جنوب كركوك، والذي نذره سوء التنسيق بين القوات العراقية ومنطقة تفتيش كردية، لم يكن هناك أي تقارير عن نزاع مسلح بين المجموعتين. ونحن مستمرين بمراقبة الوضع، وقادتنا يتحدثون مع الأطراف في قوات الأمنية العراقية والبشمركية ويحثون كلا الطرفين على وقف التصعيد. هذه التوتر تحيدنا عن قتالنا الموحد ضد تنظيم الدولة، والذي يبقى تهديدا حقيقيا هنا في العراق. وبهذا الآن أجيب على أسئلتكم. سؤالين: كم عدد مقاتلي تنظيم الدولة بقي في كل من أو تبقوا في كل من سوريا والعراق، وفيما يتعلق بالمستجدات الأخيرة في الرقة؟ لقد وصفت تنظيم الدولة بأنه على وشك الهزيمة، ما الذي سوف يجري لاحقا سواء في الرقة أو وهم الذين سوف يبقون في المدينة ويقومون بتوفير الأمن في وقت لاحق؟ كما أقول بأن القوات السورية الديمقراطية، كما أشرت في جوابي للسؤال الأول، أن الأمر يعود للجنرال مازلوم وهو قائد قوات التحالف، هو سوف يعيد تخصيص أو توجيه هذه القوة ويوزع القوات
ربما يوجههم لعمليات قتالية إلى في مناطق دير الزور وفي وسط وادي نهر الفرات. قلت بأن هنالك باقي 100 مقاتل في مدينة الرقة، كم منهم تم اعتقاله من قبل قوات التحالف، وما الذي حدث مع الباقين؟ هل هربوا من المدينة أم قتلوا؟ أولا الأرقام التي نقدمها هي أرقام تقديرية، وأنا أحاول أن أذكركم بهذا، ولكن ما أقوله وبشكل خاص في سياق الأسبوع الماضي رأينا 1500 مقاتل، وقبل حتى الأسبوع الماضي هنالك وقبل أولئك الذين استسلموا كان هنالك عدد أقل أيضا. خلال الشهر الماضي وقبل هذا الحدث كان هنالك 4 مقاتلين لتنظيم الدولة، إما سلموا أنفسهم أو تم اعتقالهم من قبل قوات التحالف وهم يحاولون الفرار مع مجموعة من النازحين الداخليين هربا من الرقة. الآخرين 2500 معظمهم قتلوا بحسب تقييدنا داخل الرقة في هذه المعركة. إذن هذه الأرقام التي عرفناها، رأينا مقاتلين يستسلمون، وحتى قبل هذه المعارك قبل أن يتم عزل المنطقة وعملية الهجوم العديد من القادة غادروا وهربوا إلى أماكن أخرى، وبالتالي نحن رأينا هذه الأهداف ذات القيمة العالية وهي تتحرك، وقمنا باستهدافها في منطقة الميادين وأبو كمال، وقد استطعنا ضرب أكثر من 150 هدفا مهما، ومعظمهم كانت في منطقة الميادين. قلت بأن هنالك 350 مقاتل استسلموا في الأسبوع الماضي، وحتى في الشهر الماضي كان 400 غيرهم قد استسلموا، إذن تتحدث عن 750 مقاتل من تنظيم الدولة قد استسلموا إلى قوات التحالف، أم هل الرقم هو بالإجمالي 400؟ ما عنيته حقا وما قلته أنه شهر قبل هذه اللحظة كان هنالك 4 مقاتلين تنظيم الدولة سلموا أنفسهم أو اعتقلوا في الشهر الذي مضى. قلت أن حوالي 400 هو ما شاهدناه خلال الشهر الماضي أو وقت تقريبي، ليس لدي رقم دقيق لأعداد أولئك الذين استسلموا أو اعتقلوا. الآن نعود إلى موضوع سوء التنسيق ما بين القوات العراقية والكردية، هل لديك أي شيء حول من البشمركة الذي اعتقلته قوات الأمن العراقية؟ ليست لدي أي معلومة، أول مرة أسمع عن هذا الأمر. أولا ليس لدينا مستشارين أو أشخاص على الأرض، القوات الأمنية العراقية والبشمركة هم الذين يتواجدون في كركوك الآن، إذن كل ما نسمعه الآن هو عبر التقارير وعبر المحادثات التي تجري بين قادتنا ومع بين قادتنا وقادة البشمركة أو سؤالي عن كركوك. قلت بأن العمل كان منسقا، ما هو مستوى التنسيق من طرف التحالف طبعا في وقت سبق
حادثة يوم الأمس، وأيضا قائد البشميرغا كان له بيان وقال بأن هنالك عدد من عناصر الحرس الثوري ما بين القوات التي هاجمت كركوك، فما ردك على هذا البيان؟ أولا فيما يتعلق بالتحالف، نحن نركز على المعركة ضد تنظيم الدولة، وبعد المعركة في الحويجة مستشارون الذين كانوا مع القوات الأمنية العراقية في هذه المعركة غادروا أو انتقلوا، والعديد من المواقع التي تم إنشاؤها لدعم عملية الحويجة تم إغلاقها أو دمجها مع قواعد أكبر من أجل التحول والانتقال إلى منطقة القائم والراوة. إذن ليس لدينا أي مشاركة مع القوات العراقية وهي تنتقل إلى كركوك خلال اليومين الماضيين. أما فيما يتعلق بالإيرانيين أو وحدات الحرس الثوري الذين تحدثت عنهم، من تقاريننا الرسمية من أولئك المشاركين والذين يؤمنون المنطقة حول كركوك بأن هذه القوات هي قوات عراقية مثل خدمات مكافحة الإرهاب والشرطة الفيدرالية، وليس لدينا أي تقارير عن وحدات من تلك ذلك النوع الذي ذكرته. إذن ليست لدينا أي تقارير أو أي مؤشرات بأن كان هنالك وحدات من تلك التي ذكرتها حول كركوك. مسؤول رفيع في كردي قال بأن هناك قرابة 200 جندي من البشمركي قتلوا حول كركوك، هل أكدت على هذا الرقم أو هل هناك عائلات نزحت، عائلات كردية داخل كركوك؟ بالتأكيد لا أستطيع أن أؤكد، نحن لم نحصل على أي معلومات حول ما ذكرته. التقارير الوحيدة التي وصلتنا هي تلك المتعلقة بالحادثة التي حصلت في كركوك في منطقة نقطة التفتيش. من سيملك كركوك في النهاية؟ لا أعرف هل هذا سؤال هل كررته؟ من سيملك وسيمتلك كركوك في نهاية المطاف؟ عليك أن تطرح هذا السؤال على حكومة العراق، نحن هنا لمحاربة تنظيم الدولة ونحن لا نشارك في أو مع أي وحدة من الوحدات موجودة في كركوك الآن. إذن أنتم لا تأخذون صفا في هذه المعركة، هو بحد ذاته هو أخذ موقف أو انضماء أخذ صف. لقد قلت لك ما سبب وجودنا هنا وهو الانتقال والتوجه غربا تجاه تنظيم الدولة، وهذا هو مسعى التحالف وهذه مهمتنا وهذا ما نركز جهودنا عليه، هجوم هزيمة تنظيم الدولة. هنالك كانت فيديوهات وصور هناك رجال يرفعون أعلاما لا علاقة بإيران في القوات الموجودة حول كركوك، ما رأيكم حول هذا؟ لم أرى هذه الصور التي تشير لها. العملية في كركوك أظهرت revival of the Iraqi army. I wanted to know if how you would صحوة للجيش العراقي، فهل تعتبرون الآن الجيش العراقي كقوة مسلحة مشروعة؟ all the skills required وتملك المهارات المطلوبة، وأيضا كم عدد القوات التي دربتها القوات الأمريكية؟
أولا أقول بأن القوات الأمنية العراقية والجيش العراقي سوف لن أقول الجيش العراقي وحده وسأتحدث عن مكافحة الإرهاب والشرطة الفيدرالية لأن كلهم لعبوا دورا في هزيمة تنظيم الدولة وخاصة في الموصل. فما سأقوله هو وقد قلنا هذا مرارا وتكرارا وقائد القوات أيضا التحالف قال شخصيا بأن الموصل وحملة 9 أشهر لهزيمة تنظيم الدولة كانت ستكون صعبة على أي جيش. هي من أصعب المعارك التي رأيناها منذ عقود، وبالتالي هذه التجربة والنجاح في هذه المعركة، وقد رأيناهم يهيمنون على تنظيم الدولة في منطقة تلعفر والحويجة وفي غرب الأنبار. وبالتالي أقول وقد قلت سابقا بأنهم قوة متمكنة وقوة قتالية مهمة، وهي الآن أهم القوات الأمنية في المنطقة. الآن فيما يتعلق بعدد القوات التي تم تدريبها من قبل التحالف، الأرقام هو حتى الآن هو 190,000 بما في ذلك القوات العراقية والبشميرغا ومكافحة الإرهاب والشرطة الفيدرالية والشرطة وأيضا قوات حرس الحدود. أمل بأنني أجبت على سؤالك. إذا أردت أجوبة محددة يمكننا أن نتحدث عن هذا بعد المقابلة بالوحدة. نعم، لأنني مهتمة بشكل خاص بالجيش العراقي. إذن في الجيش العراقي قمنا بتدريب حوالي 44,000 جندي. سؤال سريع، هل ناقشت القوات الأمريكية السبب في أخذ الحياد وما سوف يجري إذا ما ذهبت القوات العراقية إلى المناطق المتنازع عليها أو التي عليها خلاف؟ أنا سأحولك إلى وزارة الدفاع وإلى المعنيين. أنا ما أقوله لك كتحالف وما نقوم به الآن هو التركيز على تنظيم الدولة. نحن لا نشارك